لا متوسط بسم الله. لا شكرا. هذه كلمة يعني توصلت لها ايه لا روح لها بصمات ويعمل لها فتسويها حابة انا طلعا يعني تسمح لها في الجامعة من فوق التصريحات نرحب بجاية الأستاذ رافع اليوم زارنا على المدرسة مدرسة عداس متوسط عداس للبنين. طبعا اليوم باشرت حملات التنظيف من المنطقة طبعا بمساعدة الأهالي والطلاب في حملة تنظيف المدرسة. طبعا هذا جهد شخصي ونشكرهم جدا على هذا العمل باعتبار هذه المنطقة طبعا أو هذه المدرسة هي تابعة لهذه المنطقة وهي تخدم صالح المجتمع بصورة عامة وصالح المنطقة بصورة خاصة. فنرحب بجيدهم وإحنا نشجع على مثل هكذا أعمال لأنها تساعد في الحفاظ على المدارس أيضا وعلى بنية المدارس ولكم جزيل الشكر. نحن اليوم في حي الإصلاح الزراعي في مجمع المدارس وبالتحديد في مدرسة عداس للبنين. نحن أمام حالة حضارية رائعة من فريق تطوعي باسم معا نبني المستقبل. هذه الحالة لسان حالها يقول سوف نبني قصور المجد عالية حدودها العز والتمكين والظفر. وهذا البلد المقدام بلد العراق هو بلد ممكن أن يتعرض للنكبات ممكن أن يمرض لكنه لن يموت وهذا ما جسده هؤلاء الشباب بحملتهم في تنظيف وتهيئة هذه المدارس من أجل إعادة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية وتفويت الفرصة على الأعداء الذين حرموهم طوال هذه المدة. ونحن نشكرهم على جهدهم وندعو الكادر التدريسي للالتحاق وقد تم تسجيل عدد كبير من الطلبة. سوف نتابع مع مديرية تربية نينوى من أجل إكمال كافة الاحتياجات لإعادة طلبتنا إلى صرحهم العلمي.